إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب مع استمرار ضعف الدولار، ما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1858 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار ذهب 18 نحو 900 جنيه، أما عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1050 جنيه، أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فسجل نحو 1206 جنيهات. بالنسبة للسعر، جنيه ذهب وصل سعره إلى 8400 جنيه. الأسواق البترول العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط اليوم لكنها بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، فضلا عن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية. وانخفض خام برنت بنسبة 2% إلى 117 دولارا و20 سنتا للبرميل، كما تراجع غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 113 دولارا و69 سنتا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 0.9% لتصل إلى 3.85 دولارات. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.32% لتسجل حوالي 8 دولارات و57 سنتا لكل مليون وحدة حرارية.